كل يوم تقريبا ترافق لوريانا شقيقها رومولو إلى مركز العناية بكبار السن هذا الواقع في إيطاليا. فرومولو البالغ من العمر 69 عاما فقد بصره منذ 5 سنوات، ولذلك قررت شقيقته الإتيان به إلى هذا المركز. أستفيد من الوقت للتسوق عندما يكون هنا، هذا يعطيني القليل من الحرية، فبعد الظهر يعود إلى المنزل. هذا المكان الذي هو عبارة عن محطة لاحتضان من تقدموا في السن يستقبل يومياً العشرات منهم. البعض أسعد من غيرهم هنا، فالكثيرون معتادون على المنزل. أنا سعيد في المنزل، لكن الوجود هنا جميل جداً ونتعلم أشياء كثيرة. نشاطات عدة ينظمها المركز وتهدف إلى تأخير تطور مرض الألزايمر الذي يعاني منه غالبية قاصدي المركز. يمضي هؤلاء 8 ساعات هنا بكلفة 22 يورو بفضل مساعدة عمدة هذه المدينة الصغيرة توسكان. قمنا بتشييد هذا المبنى عام 2006، وفي الأساس كان مدرسة ابتدائية، وقد أنفقنا حوالي 250 ألف يورو لترميمه. ظاهرة انتشار مراكز العناية بكبار السن ليست مألوفة جدا في إيطاليا باستثناء المناطق التي تعيش فيها الطبقات الميسورة.